وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى باب الكسوف أو إلى الحديث عن الكسوف، وقفنا عند باب صلاة الكسوف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب صلاة الكسوف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة، قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يقول إذا ركع: الله أكبر، وإذا رفع: سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس. ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسفا أو كسفا فافزعوا إلى الصلاة. نعم. باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي صلاة ذات سبب، تحصل إذا حصل السبب، وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهذا لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، حصل في العام الذي توفي فيه أو قبل أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قبل شهرين، حصل هذا عندما توفي ابنه إبراهيم، حتى إن الناس ظنوا أن هذا الكسوف إنما حصل لموت ابنه، فبين عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله، لا تنكسفان ولا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأمر أنه إذا رؤي الكسوف أو الكسوف أن يفزع إلى الصلاة. هو صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وحده أو صلى كسوف الشمس وحدها، لكنه عندما بين الحكم بين أن الشمس والقمر، فبين حكم الكسوف وحكم الكسوف، صلى صلاة واحدة وتتبع هيئة تلك الصلاة في صلاة الكسوف وصلاة الكسوف. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين، وفيه أنه بكل ركعة يركع 3 ركوعات وسجدتين، وهذا شاذ. النبي عليه الصلاة والسلام طالما أنه صلى مرة واحدة، والأحاديث الواردة في ذلك منها ما ذكر في كل ركعة 2 ركوعات، ومنها ما ذكر في كل ركعة 3 ركوعات، ومنها ما ذكر في كل ركعة 4 ركوعات 5 ركوعات وهكذا، كل ذلك لا يصح إلا أنه ركع في كل ركعة 2 ركوعات، يقول في النزول إلى الركوع الله أكبر، ويقول في الصعود منه الاعتدال سمع الله لمن حمده، يقرأ قبل الركوع وبعده ويطيل تلك الصلاة. وسبب شذوذ هذه اللفظة أنه أن من روى عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث روى أنها قالت ركوعين ولم تقل 3 ركوعات أو أكثر، وإن كان عبيد عمير ومن المجمع على الثقة بهم، إلا أنه قد خولف ممن هم أوثق منهم في عائشة، فعمرة بنت عبد الرحمن هي يعني كانت في حجر عائشة، وهي ممن يروي عن عائشة أصح الأسانيد أو بأصح الأسانيد، وعروة بن الزبير أيضا في حجر عائشة، فكلاهما أثبت في عائشة وخالف في ذلك أو وخالف عبيدة عمير،
وهما أوثق منه ويكون حديثه مع الثقة التي هو فيها شاذا. إذن الصحيح كم ركوع في كل ركعة؟ ركوعان. كل ركعتين ركوعان، وكل صلاة ركعتان، يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، وفي كل ركعة سجودان، وفي كل ركعة قراءتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى عن عبد الملك، حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كسفت أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت أو كسفت لموت إبراهيم. الله من ناحية اللغوية أن كسفت أصح من غير كسفت أو انكسفت. انكسفت غلط، انكسف غلط، والراجح أنها كسفت وخسفت، وفي القرآن وخسف القمر. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود، فسجد سجدتين ثم قام، فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. هذا يقال فيه مثل ما يقال في الذي سبق أن ذكر الركعات، وهذا الكلام فيما يأتي إن شاء الله. أن ما زاد على ركوعي في كل ركعة هو شاذ لا يصح، هو شاذ لا يصح. في هذا أنه تقدم وتأخر. وتقدمه وتأخره عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه كان سئل عن تقدمه وأنه تناول شيئا وأنه تأخر، فكان تناوله أنه أنه رأى الجنة، وأنه رأى ما فيها من القطوف الدانية، فمد يده ليتناول منها قطفا ثم امتنع، ولو تناوله لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وتأخر لما رأى النار، أو أن جنيا يعني كان في وجهه في يده قبس من نار، وأنه أراد أن يقدمه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكه حتى سال على يده لعابه، ولولا دعوة أخي سليمان لا أشاهد الكلام. هذا هو سبب تأخر التقدم. إذا تأخر التقدم ليس من التعبد في الصلاة، ليس من إنساك صلاة الكسوف والكسوف، وإنما هو حال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به على التقدم والتأخر، لكنه فيه فائدة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل عن هشام، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات. وساق الحديث. نعم، هو صحيح أنه أربع ركعات وأربع سجدات. وفي هذا الحديث من الفائدة
أن ذلك اليوم كان حارا يوم حارا وأنهم شق عليهم القيام، وهذا يعني أن القيام الطويل يشق حتى على الصحابة، وأن بعضهم كان يخر من طوله يقع على الأرض، وأن بعضهم من شدة ما كان يخشى عليهم يؤتى بقرب الماء ويصب عليهم من قرب الماء حتى يعني يستطيعوا القيام وبعضهم غشي عليه من طول القيام ومن الحر. فمن قال إن طول القيام اليوم أو في هذا الزمان في صلاة الكسوف أو الكسوف لا تناسب الناس لأن أجسامهم لا تستطيع ولأنهم لا يستطيعون، هذا كلام غير صحيح، وهو يستطيع أن يصليها وهو جالس على كرسي أو جالس على الأرض لا مانع من ذلك، فإن لم يشأ لم يصليها صلاة، إذا لم يشأ لم يصليها. أما أن يمنع الناس من صلاتها فهذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك، الأصل أن يصلوها ويصلوها على الطول المذكور في النصوص بحيث تنجلي. والآن العلم بمدة الشمس صار أمرا سهلا، يعني الآن الذين يتكلمون عن قضية الفلك كذا يستطيعون أن يقول هو يعني يبدأ في ساعة كذا وينتهي في ساعة كذا، وطبعا نحن إنما نصلي عندما يظهر فيه الكسوف والكسوف، أما الجزء الذي لا يرى بالعين مجردا لا نصلي له، بل لا بد من أن يرى لأنه آية، إنما نحن سددنا أو صلينا من أجل أنه آية، فإذا لم يكن ظهر فيه الآية لا نصلي مجرد خبر من أخبر بذلك. وبالتالي فنحن نصلي إذا ظهر فيه الكسوف أو الكسوف وتنجلي بالنسبة لنا إذا اختفى منه الكسوف والكسوف، ولكن لو بقي فيه بعض ذلك ويرى من خلال المجاهر فإن هذا ليس هو الذي نعتمد عليه. وفي هذا يعني كلمة آيتان من آياتنا، آية كيف هي آية؟ هي الآيات من جهات، منها الظاهر منها أنه الأصل أن الشمس ويعني الشمس في كل يوم تشرق وتغيب، والناس يغيب عن هذه الآية العظيمة، انتظام هذا الجر العظيم جدا في موعده، فإذا اختفى دل ذلك على أو نبه الناس على ما اعتادوا عليه أنه ليس عادة وإنما هي آية من آيات الله، كما لو أن إنسانا حملت زوجته فولدت طفلا بعين واحدة أو برأسين أو غير ذلك، فهذه آية، والآية في أن ينتبه الإنسان أنه كم من الناس من يولد بنفس الصفة ونفس الهيئة، ولولا أنه لا إله إلا واحد ما خلقوا جميعا على هيئة واحدة. الصورة الثانية التي تكلم فيها عن هذه الآية هذا إجمال تفصيل، كما استطاع أن يدقق الفهم الأمر ليس صعبا، يعني أن يقال إن الآية في ذلك ظاهرة وهي ظاهرة للعيان، أن أولئك الذين يحددون لك الآن يقولون الآن، وهذا الكلام ليس فقط في المراقب، يعني من غير المنظار يمكن العلم بكسوف وخسوف الشمس للذين يعرفون الفلك، لكن المراقب تفيد يعني يعطيك الأدق من هذا. الشاهد والكلام أنه يقول لك هذا الكسوف حصل اليوم، ولن يحصل مثلا هذا الصد أو هذا الكسوف الكلي في المكان المعين فلان من الكرة الأرضية إلا بعد 70 سنة، أو أن هذا الكسوف حصل وسيحصل في يوم كذا، كون القمر لا ينخسف إلا في ليلة 14 من الشهر القمري، كون الكسوف الشاهد كلام هذه الأمور مصادفة، كونه يقول لك مثلا الشمس هناك كسوف يوم مثلا 4 القادم يبدأ الكسوف الساعة كذا وينتهي الساعة كذا، في البلد فلان يكون كسوفا كليا، في البلد فلان يكون، هل هؤلاء يتكلمون عن الغيب أم هي قضية علمية؟ طيب قضية علمية على ماذا بنوها؟ لولا انتظام الشمس وكأنها تمشي في سكة محدودة مدى الزمن ومدى الدهر
ما استطاعوا أن يحددوا هذا التحديد، وهذا يدل على انتظام الكون انتظاما بليغا، وليس هنالك من شيء تتعلق به الشمس وتنتظم به في سكة، ولا شيء من هذه الأجرام، كل ذلك بإرادة من الله عز وجل. فإن قالوا هنالك تجاذبات وكذا، فنقول لهم كل تلك الأسباب إنما هي نواميس وضعها ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام. فالذي يفهم هذه الأمور يعرف أن هذا من آيات الله العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الصرف، حدثنا ابن وهب، وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. نعم، هذا حديث كما ترون، هو طبعا في الصحيحين ومن حديث عروة بن الزبير، أوثق في عائشة، وظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركع فيه ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وفي كل ركعة سجودان. وقد ورد هنا الحديث بإسناد كالشمس، فأبو داود له عن الزهري في هذا، طيب ليش تكلم الزهري في هذا الحديث لأبي داود عن الزهري في هذا الحديث كم طريق؟ لو فيه طريقات، وكل من الطريقين يثبت بها مثل هذا الحديث. نعم، فالأول طريق ابن الصرح ابن وهب، وهذا يعني فيه راويات بين ابن داود وبين ابن شهاب. الثاني عن ابن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن تور عن يونس عن ابن شهاب، وهو أنزل من الطريق الأول. يونس الطريق الأول ابن الصرح ابن وهب يونس، نعم كلاهما عن يونس الصغير ابن وهب، وكلاهما عن ابن وهب، كلاهما محمد بن سلمة المرادي وابن الصرح كلاهما عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب. الشاهد الكلام ان كل من ابن الصرح والمرادي يعني اذا اجتمع فهذا يقوي الطريق عن ابن وهب، وابن وهب يعني في الإمامة من هو، ويونس من الملازمين المعروفين بكثرة الرواية عن ابن شهاب الزهري، والطريق بعد ذلك من أصح الطرق عن عائشة رضي الله عنها بلا شك. فالحديث كما ترى في الشمس هذا واحد مما يثبت، هذا واحد من الحديث التي تثبت الركوعين في كل ركعة وأنها ركعة، وفيه التفاصيل يعني بعض التفاصيل التي سبق. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين، طبعا الحديث سابق بروايتين من حديث ابي الزبير، حديث ابي الزبير في اشكال فقط روايه ابي الزبير، وكل من الحديثين السابقين في صحيح مسلم. الحديث الثالث مخالفه حديث ابي الزبير الاول، وهي الحديث الزبير الثاني فيه انه ركع ركعتين وفي كل ركعه ركوعان على الجهل. نعم. قطاع الجابر، إذا أنا حديث قطاع الجابر هو الذي فيه المخالفة. نعم. واللي فيه ست.
رفعت حديث عطاء عن جابر من حديث الزبير عن جابر فهو موافق لحديث عروة عن عائشة موافق له وهو في صحيح مسلم. طبعا أبو الزبير مدلس وعنعن لكن هو موافق لبقية هذا هو مروي في صحيح مسلم. ومن قال إن مسلما كان يتقي له فهذا يعتبر من ذلك وإن كنت لا أميل إلى هذا. فالله أعلم بأنه ينتق ما في دليل على أنه كان ينتق. وقد يكون مسلم رحمه الله تعالى يعني هذا لا نستطيع أن نجزم به إلا أنه قد يكون مسلم الأصل عنده أن حديث أبي الزبير يقبل ما لم يكن لا ما لم يزاحمه غيره. عند المزاحمة لا يقبل ويعد تدليسا. وأما في يعني موافقة الآخرين وعند عدم المخالفة أنه يقبله قد يكون هذا. أما القول بأنه انتقى فقد قال من قال إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن. وإذا قيل هذا فادعاء أنه انتقى يعني هذا يحتاج إلى دليل. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. نعم هذا أيضا صحيح وموافق لحديث السابق الحديث السابق وهو من حديث ابن عباس يعني موافق الحديث عروة السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. هذا إسناد لماذا؟ أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن مهان سيء الحفظ صدوق سيء ضعيف وفيه مخالفة شديدة وهي أنه صلى فيها خمس ركعات أنه صلى في كل ركعة خمس ركوعات وهذا مخالفة شديدة يعني نعم فهذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. نعم الأخرى والأخرى مثلها. طيب هذا كم واحد موافق ولا مخالف؟ هذا ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ يعني ايش ثلاث اربع ركعات في ركعه اربع ركعات في ركعه واحده يعني ثمان ركعات في ركعتين. اي نعم طبعا في حديث حبيب ابي ثابت دلس ولم يصرح بالتحديد وهذا غير محفوظ كما سبق غير محفوظ مخالف لما راه من او نعم الحبيب وين مشكلة فقط في الحبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالتحديد وهو مدلس في نفسه ومخالف للرواية هذه ثقة فهي مشكلة يعني واضح. نعم
قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب. قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرارين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى أعرضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال: فدفعنا فإذا هو بارز، فاستخدم فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال: ثم سلم ثم قام، فحمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف، فيه أشياء منكرة، فيه ألفاظ منكرة، وهذا يذكرني بقراءة أحدهم يعني قبل نحو من 14 سنة، فصلى بالناس صلاة الفتور سرية، ولعلها أخذت معه ساعة من الزمان، فطالب الناس القيام من غير أن يسمعوا شيئا، فيعني كاد ذلك أن يعني تضيق به صدوره، بالضاقت به صدوره، وكأنه لم يرى في الدنيا إلا هذا الحديث الضعيف، لم يسمع له صوت، وهذا صلى بالناس فلم يسمع له شيئا، ليس له حسيس ولا صوت يسمع، حتى إذا انتهى من صلاته الله المستعان. هذا حديث ضعيف، فيه هذه الأشياء المنكرة، منها أنه صلى بهم هذه الصلاة من غير صوت، ومن ذلك أيضا في كل صلاة وكل ركعة ركوع واحد. نعم، وقوله هنا حتى أضت كأنها كالنومة، أضت يعني صار كنوع من النبات فيه عتمة، أو يعني فيه لون غامق، يعني الشمس سودت من الداخل، فصار طبعا هذا النبات في داخله مسود وحوله النور أو اللون الذي في المحيط يعني فاتح، واللون الذي في المنتصف غامق، فيرتم فهذا الشمس عندما كان طلب اللون داخل الشمس غامق وحول الشمس فاتح، ويحتمل أن لا يكون ذلك الوقت يعني الناس يعلمون يعني يحتمل أن الناس لم يعلموا بأنه سيكون هناك كسوف، ليست القضية أن الكسوف حصل بسبب موت إبراهيم عليه السلام، وإنما الكسوف حصل في وقته، لكن الناس ما كانوا يتسامعون فيما بينهم أنه سيحصل كسوف، وهذا لا يعني أن الناس ما كانوا يعرفون أنه سيحصل كسوف، لأن الناس كانوا يعرفون هذا، كان هذا العلم منتشرا مشتهرا، ولكن ما كان الناس في المدينة يعرفون أنه سيحصل ولا كانوا يتندون. نعم، طبعا سبب ضعف الحديث تعلم كل تلميذ ثعلبة. نعم، ثعلبة ابن عباد. ثعلبة ابن عباد، نعم، في مشكلة اقرأ ابن عباد ولا عباد؟ ثعلبة ابن عباد، حدثني ثعلبة ابن عباد. ايوه ابن عباد، ثعلبة ابن عباد ضعيف،
قال في حجر مقبول من حجر مقبول لأنه لم يروى عنه غير الأسود بن قيس. نعم. واتقوا في ذلك، لكن لما لم يروى عنه غير بن قيس وليس هناك من توثيق آخر ولا تحيل أحاديثه، فيبقى على جهالة في جهالة عين. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. هذا في هذا في بعض السبب ماذا؟ أبو قلابة ماذا فعل؟ يعني يعرف منه أنه يرسل، يعني ليس كل ما يقول فيه عن يسمعه ممن يروي عنه. طيب قرأ في إسناده في إيش؟ نعم ولم يسمع النعمان بن بشير، فمرة الضواع قبيصة ومرة الضواع النعمان بن بشير. هذا الاضطراب يعني بعضهم اعتبر أن هذا الاضطراب سبب في ضعف الحديث، لكن هو في نفسه أبو كلابة في نفسه لا ثقة، فقط المشكلة في أنه يرسل، فلو أنه رواه عن النعمان وحده لقلنا أنه مرسل في هذا المعنى، ولكنه يروي أحيانا عن النعمان وأحيانا عن قبيصة، فهل رواه عن قبيصة مرة وعن النعمان مع حذف الواسطة، هل رواه عن قبيصة مرة وعن النعمان مع حذف الواسطة؟ المهم أن الحديث ليس فيه ما يعني ما 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 يضرب فيه أو ما يعني يخالف ما يخالف فيه، فلا ضرر فيه إن شاء الله تعالى، لكنه لو كان وحده هكذا نحتج به بهذه الصورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالية حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. نعم يعني أبو قلابة عن هلال بن عامر، وهلال بن عامر راوي طبعا أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي الثقة الذي تكلم عنه قبل قليل، وهلال بن عامر لم يروي عنه إلا أبو قلابة، فهو مقبول أو يعني مجنون العين أخذه بحجر فاسد وقيل له رؤية. نعم يعني أنه مجهول في النهاية لم تثبت رؤيته، وبالتالي الإسناد هذا ضعيف. وعندك عباد بن منصور هذا صدوق رمي القدر وكان مدلس وتغير بآخر، الإسناد ضعيف إسناد ضعيف، وفيه حدث أن الشمس كسفت من حديث موسى حتى بلت النجوم من حديث موسى السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة
فحزبت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. يعني حزبت قدرت القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءته، فلعله أراد أنه لم يسمعه لأنه كان بعيدا أو أنه كانت الصوت امتدت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جهر بقراءته، وهذا واضح. وهذا الحديث لا يخالف ذاك، لأن قوله حزب ليس فيه أنه أسر، وإنما فيه أنه لم يعلم بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد وإن كان فيه محمد بن إسحاق إلا أنه صرح بالتحديث، وإذا صرح محمد بن إسحاق بالتحديث الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن. نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. يعني كأنه يوجه الحديث السابق، كأن أبا داود يوجه الحديث السابق، قل إنه جهر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة، ثم ركع وساق الحديث. نعم. طبعا الحديث السابق حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي أخبرنا الزهري أخبرني عروة بن الزبير، إلى هذا الموضع. بماذا يتميز هذا المسلم؟ التصريح بالسماع تحديث الإخبار، حدثنا أخبرنا، حدثنا أخبرني بعدين أخبرني إلا فقط عروة عن عائشة. نعم. حدثنا أبي، نعم، من بين الله بن سعد حدثنا عني، يقول حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق الواحد، حدثنا هشام وعبد الله بن سلمة عن سليمان، يعني بن يسار، يعني عن عروة، كلهم حدثني عن عروة، يعني عن سليمان بن يسار، كلهم حدثني عن عروة، يعني إسحاق محمد بن إسحاق سليمان بن يسار حدث عن عروة. هشام محمد بن إسحاق عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي حدثنا عن محمد بن إسحاق توقفنا الآن عند هشام، وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم حدثني عن عروة، يعني كلهم من هشام وسليمان، كل من هشام وسليمان. لا لا هشام لا عبد الله بن سلمة هو يروي الواثقة وكان سليمان بن يسار. كيف عن سليمان بن يسار يعني كلهم حدثنا، تقصد يعني هشام بن عروة وسليمان بن يسار عن عروة، هشام بن عروة وسليمان بن يسار عن عروة. لا عبد الله بن سلمة بن أبي سلمة حدث عن سليمان بن يسار. لا يعني محمد إسحاق بن إسحاق عن هشام، عبد الله بن سلمة عن عروة، أن سليمان بن يسار كلاهما عن عروة،
وابن يسار كلاهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري: أخبرني عروة عن عائشة قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. طبعاً هو حديث الثعلبي من حديث ابن عباس أيضاً شاهد كالذي سبق، شاهد لما سبق. الآن قرأت حديث عمرو بن عثمان حدثنا الوليد بشيء. طيب، هذا الحديث دليل على إثبات أنه ينادى بصلاة السجود. هذا الحديث دليل على أنه ينادى لصلاة الكسوف، لكن النداء هذا ليس أذانا وإنما هو التنبيه، يقال فيه إن الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يعني إما أن تقول الصلاة جامعة وإما أن تقول إن الصلاة جامعة أو نحو ذلك، فكل ذلك تقول، لكن هذا فيه دليل أنه ينادى لصلاة الكسوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. هذا فيه أنه إذا رأيت هذه الآية في آية الله فإنه يندب أن يكثر الإنسان من الطاعات، من الذكر. طبعا هذا إما إلى أن يلتحق بالصلاة، وإما أن إذا انتهت الصلاة ولم ينجلي فإنه يستمر بالذكر والأعمال الصالحة وبالصدقة، يعني بأنواع العمل الصالح، بالعتق، بصلة الرحم، بأي شيء من الأعمال الصالحة. يعني إنسان يفزع إلى الأعمال الصالحة عندما يرى الكسوف إلى أن يدخل في الصلاة، أو عندما تنتهي الصلاة إلى أن ينجلي. نعم. باب السابق عندي باب ينادي فيها بالصلاة. إثبات. شو السؤال؟ إيش؟ باب السابق باب ينادى فيها بالصلاة. ينادى. ينادي. ينادي. لا إشكال شو؟ ينادي فيها بالصلاة. ينادي فيها بالصلاة. الأمر واسع إن شاء الله. نعم. قال رحمه. نعم، هذا من أصح الأسئلة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب العتق فيها. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. هذا يعني من الأعمال الصالحة، وهو عتاق الرقاب أو عتق الرقاب. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا الحارث بن عمير المصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. طبعا هذا الإسناد ضعيف، حديث ضعيف بل منقطع، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعتين، أنه كان يصلي ركعتين يسلم ويسأل، جلت الشمس ما انجلت، ثم يقوم ركعتين ثم يجلس يسلم، جلت الشمس ولا ما انجلت؟ جلت خلاص. هذا منكر، لأن فيه الصلاة أكثر من ركعتين، وهذا يختلف عن الحديث السابق. الحديث السابق فيها أنها ركعتان، واختلفوا في كم ركوع في كل ركعة، أما هذا فيه أنها أكثر من ركعتين. نعم. طبعا فيه انقطاع يروي فيه أبو قلابة الحديث عن النعمان بن بشير، يعني منقطع بين أبو قلابة وبين عبد الله بن زيد الجرمي وبين النعمان بن بشير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وساق الحديث. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فنبذتهن وقلت: لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. نعم، هذا يعني يتأم مع الحديث الذي سبق في ذكر أنه كان لهما غرضان، يعني الهدف الذي يرمى عليهما هذا نفس الشيء، وأنه حلف أنه لا بد من أن يكون حدث شيء. كانت العرب لا يشكون بأن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم أو لحدث عظيم،
ولذلك أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به عندما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده في الصلاة، وجده في الصلاة قال: انتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والحديث باختصار، حديث باختصار وعليه، ففيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ابتدأ صلاته، قد يدل أنه ابتدأ الصلاة بعدما ظهر الخسوف بالشمس، وإلا لما عرف، وإلا لما ظهر له السورتان، يعني عدد ركعات لا تظهر له لأنه يكون قد وصل في آخر الصلاة. فالظاهر الله أعلم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ الصلاة عندما تبدت وظهرت تماما عملية أو الخسوف. نعم. لا هو هذا الظاهر، يعني إما نحمل على ركعتين في كل ركعة في القرآن، وإما أن نحمل على أن ركعتين في كل ركعتين، فإن حمل على ذلك فلا شك أنه يكون ذلك شاذا. أما إذا حمل على السابق، على المعنى السابق أن ركع ركعتين لكنه لم يفصل وإنما يقصد الركعة الواحدة، فإنه يختلف مع نفسه، يعني أنه يختلف عن عن عن, عن السابق، لأنه لما قال فقرأ بسورتين وركع ركعتين، يعني على خلاف الذي اعتادوا عليه وكانوا يركع الركعة ويقرأ بالسورة الواحدة، وهو يقصد هنا أنه ركع ركوعين وليس ركع ركعتين، يعني أنه ركع ركعتين فقط وأنه ركع ركوعين وقرأ بسورتين، يعني في كل ركعة سورة. فإذا حمل يحمل على أنه في الركعة الواحدة وإلا هو شيء، لكن على كل من يعني على كل الأحوال، على فرض ثبوت الحديث وأنه ليس بشاذ وعلى الصورة التي ذكرنا، فإن فيه إفادة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل في الصلاة بعدما تبين الخشوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن نضر، حدثني أبي قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيت أنسا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. هذا الحديث في أحسن أحواله، إسناده في أحسن أحواله أن يكون حسنا، يعني إما نكون حسنا وإما نكون ضعيفا. لماذا؟ من فيها صدوق يهدي، يعني خلينا نقول قريب من حسن الحديث، حسن الحديث المشكلة في أبيه، أبوه النضر وقع المسلول، لكن هو ورده الحبان في الثقات وروعه. نعم روى له اثنان. نعم قاعدة أنه إذا روى عن من روى من أورده حبان الثقات، إذا روى اثنان ثقتان أو جمع فإنه يحسن الحديث، وأما من كان أما إن روى عن اثنان أقل من ثقة فإنه يعني يرفع ضعيف الإسناد. وعلى كل حال، على فرض صحة الحديث أو حسنه، فإنه ليس فيه ذكر الصلاة، ما فيه ذكر إنما فيه ذكر مبادرة المسجد، لكنه قد يعني يفيد ذلك إيمان. هذا أمر آخر، أن هذا إن كان من الآيات فربما يقال به إن جمعنا هذا النص مع الذي بعده ومع الذي قبله، أن يقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الشمس والقمر، أو إن الشمس والقمر آيتان
من آيات الله، وقال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فهذا عيب تعليل بالآيتين، تعليل السجود أو تعليل الفزع الإنسان للصلاة بأنهما آيتان، فإن حصلت آيات فإنه يفزع للصلاة. هذا القول على القول بأنه يمكن أن يعمل بهذا مع القياس، لما قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فجعل أنه يفزع إلى الصلاة بسبب أنها إيش؟ أنها آية هذه السورة. والحديث الذي بعده والباب الذي بعده قد يشهد له أيضا في ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب يشهد لما سبق، هذا الباب يشهد لما قيل من القياس الذي يعني أسند بهذا الحديث، يعني هذا القياس هل يقوي معنى الحديث السابق، وأنه لأنه قال آية ومقصود المعنى لما فخر ساجدا، أنه هل هو سجد فقط أم أنه صلى؟ يعني بعض العلم يقول أنه صلى، المقصود خر ساجدا يعني فزع إلى الصلاة وذهب يصلي، والله أعلم. الحديث كما ترون يعني حديث صحيح الإسناد، وفي هذا الحديث من الفائدة، الفائدة العظيمة تعظيم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته. كنا اليوم ذكرنا فعل عبد الله بن الرحمن بن عوف عندما أوصى لأمهات المؤمنين في حديقة له، فلما بيعت ب400 ألف دينار، يعني من الذهب دينار 4 دراهم وربع من الذهب الخالص، يعني قيمتها قرابة 70 مليون دينار، يعني قرابة ال100 مليون دولار. هذه إيش؟ هذه قيمة الذي أوصى به. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم كان عندهم تعظيم ومحبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرف من حال كثير من الناس، وهذا يدل على إيمانهم وعلى صدقهم وصلاحهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحن عليكن إلا صادق البار أو إلا الصالحون، لا يحن عليكن إلا الصادق البار أو إلا الصالحون. فصار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن صاروا فتنة، أو صرنا فتنة، من أحبهن هو الصادق البار الصالح، ومن كرههن وأبغضهن فهو بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. والحديث إسناده كما ترون صحيح. هذا سؤال سلامكم: هل صلاة الكسوف أو هل صلاة الكسوف أو الكسوف واجبة على كل مسلم بالغ وعاقل؟ يعني كلمة على كل مسلم تكفي. هذا قول بعض أهل العلم، بعضهم قال إنها واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هنا من قال بل هو واجب على أعيان الذكور من الناس، وهذا القول ليس بعيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هل يجوز تكرار صلاة الكسوف والكسوف بعد انتهاء منها إذا لم ينجلي ومحرم هذه الصلاة؟ إنما تصلى، فإذا انتهت فعليك بالذكر والدعاء والصدقة والصلة وما إلى ذلك من أعمال العبادات. صلى الله عليه وسلم.